السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في الفيديو تلخيص لمادة الحاسب الآلي، حاسب آلي 3 للصف الثالث الثانوي، ملخص الوحدة الثانية، الحوسبة السحابية وتطبيقاتها. تعريف التقنية السحابية هي تقنية تقوم بتحويل الموارد الحاسوبية إلى خدمات يمكن تقديمها عبر شبكات الإنترنت. مزايا الحوسبة السحابية: انخفاض التكاليف وسهولة الحصول عليها، السرعة الفائقة في معالجة البيانات، مرونة الحصول أو مرونة الوصول، مرونة الاختيار وانتقال من خدمة مزود إلى خدمة مزود أخرى، المستخدم غير مسؤول عن صيانة النظام والبرامج، الطاقة التخزينية الغير محدودة كلما زادت حاجتك للتخزين، ضمان الدعم الفني والصيانة. المكونات اللازمة للحوسبة السحابية: العميل أو المستخدم وهو المستفيد من الخدمات عن طريق أي جهاز تقني ذو إمكانيات متوسطة قادرة على الاتصال بشبكة الإنترنت، نظام التشغيل نظام يمكنه الاتصال بالإنترنت وهذه الخاصية متاحة تقريبا في كل أنظمة التشغيل، البرامج أو البرنامج أو التطبيق برنامج يسمح للوصول إلى الخدمات المقدمة من الحوسبة السحابية أبرزها متصفح الإنترنت، توفر الاتصال بشبكة الإنترنت من أهم الأدوات التي يجب توفرها للربط بين العميل وبين كل بياناته وكل البرامج التي يستخدمها، مزود الخدمة الحوسبة السحابية وهو مشابه لمزود خدمة استضافة المواقع ولكن بخدمات وخصائص مميزة. نماذج خدمات الحوسبة السحابية: البرمجيات المنصة كخدمة، البنية التحتية كخدمة. الوحدة الثالثة الحوسبة السحابية وتطبيقاتها، الوحدة الثانية الحوسبة السحابية وتطبيقاتها. أنواع الحوسبة السحابية: يمكن تقسيم الحوسبة السحابية من حيث خصوصية تقديم الخدمات السحابية 4 أنواع: الحوسبة السحابية الخاصة، الحوسبة السحابية العامة، الحوسبة السحابية المشتركة، الحوسبة السحابية الهجينة. أمثلة على خدمات الحوسبة السحابية: خدمات البريد الإلكتروني، خدمات التخزين السحابي، خدمات الصوتيات السحابية، التطبيقات السحابية، أنظمة التشغيل السحابية. تطبيقات الحوسبة السحابية واستخداماتها أو استخدامها في الأجهزة الذكية: أهم مزايا تطبيقات الحوسبة السحابية: تمتلك واجهة يسهل التعامل، تتوفر على أنظمة تشغيل متعددة، تتلائم مع أنظمة وتطبيقات الأجهزة الذكية، تتيح المزامنة الفورية لخدماتها، تسهل مشاركة الملفات، تسمح بالنسخ السحابي للمعلومات والبيانات. من الأمثلة عليها ون درايف وجوجل درايف. تحديات الحوسبة السحابية: الحاجة إلى الاتصال الداعم بالإنترنت، المخاوف الأمنية من اختراق وتسرب المعلومات، تطبيق أو بعض التطبيقات السحابية لم تصل لمستوى التطبيقات الفعلية المثبتة على جهاز الحاسب. اختر إجابة صحيحة. من أنواع الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية الهجينة. أبرز خدمات الحوسبة السحابية: جوجل درايف. من المكونات اللازمة للحوسبة السحابية: المستخدم. من أبرز خدمات الحوسبة السحابية: خدمة التخزين السحابي. من مزايا تطبيقات الحوسبة السحابية: تمتلك وجهة تسهل التعامل معها. من فوائد التخزين: النسخ خطأ. من أنواع الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية المشتركة صواب. من مزايا تطبيقات الحوسبة السحابية أنها لا تسمح بالنسخ الاحتياطي خطأ. تعتمد الحوسبة السحابية اعتماد كلي على عدم الاتصال بالإنترنت خطأ. طبعا التلخيص ده من إعداد الأستاذ محمد شراحيلي. أتمنى التوفيق للجميع، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.